سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. قرار هام وجديد بشأن الدخول إلى المغرب من طرف وزارة الصحة. كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس الثلاثاء في إعلان لها موجه إلى جميع المسافرين الراغبين في الدخول إلى المملكة المغربية عبر المطارات أو الموانئ أنه تم ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 26 يوليوز 2022 تحيين وتوحيد استمارة البطاقة الصحية للمسافر بالنسبة للركاب البواخر والطائرات معاً. وأوضحت وزارة الصحة في إعلانها أنه تم تحديث البروتوكول الصحي للسفر الدولي عقب قرار رفع إجراءات تعليق الرحلات، مبرزة أن هذا البروتوكول يهدف إلى التقليل من مخاطر دخول حالات كوفيد-19 بما فيها المتحورات أو المتغيرات الفرعية التي لم تنتشر بعد في المغرب. وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذا البروتوكول وضع بهدف الحفاظ على مكتسبات بلادنا في السيطرة على وباء كوفيد-19 وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذت بناء على التوجيهات السامية للملك محمد السادس ولا سيما الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح ضد كورونا سارس كوف 2. ويمكن الاطلاع على البروتوكول الصحي المتعلق بالأسفار الدولية وكذلك البطاقة الصحية للمسافر عبر الرابط التالي البروتوكول الصحي للرحلات الدولية.